الحين عشان نشغل النافيجيشن التكييف من هنا، من هنا قلنا الزر حق المساعدات والسسبنشن الرياضي، الماكينه كله يصير يكون رده فعل السياره الرياضيه. عشان نشغل النافيجيشن نضغط على زر النافيجيشن هنا، نضغط على زر انتر، تاخذ لها ثانيتين ثلاثه كده وتشتغل. النافيجيشن قد موجود، حجمه حلو، وان كان غاطس لجوه كان شكله صغير لكن بصراحه شكله رائع لانه المقاس كبير، الشاشه واضحه، بس مسقطين الجو بالكامل عشان السعر مع القزاز الكبير والانسيابيه في العدادات وفي الداشبورد في الطبلون من جوا بتكون متناسقه مع بعض بالكامل. الحين نقول بسم الله نجرب السياره، نحط ريفرس وننزل الهاند بريك.